اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير. النهارده معانا مكرونه بالخضروات باللحمه المفرومه، حاجه جميله وسريعه. وزي ما قلنا قبل كده هنختلف في طريقه عمل المكرونه نفسها. يعني النهارده مقاديرنا عباره عن حاجه سهله وبسيطه. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، معايا فصين توم، معايا زيتون حوالي 8 كيلو، حبيتين طماطم، حبيتين فلفل رومي، حبايه بصل، معايا 3 معالق سمنه، عندي كيلو الا ربع مكرونه عقل عاديه. على بركه الله نبدا الحلقه بتاعتنا. انا ببدا الحلقه عشان الوقت ما يسرقنيش. هعمل المكرونه، ادي الميه بتاعتها، بتاخد طبعا ايه سنه ملح مع شويه الزيت الصغيرين بتوعنا، ادي كده، واسيبها اديها تقليبه بسيطه. بجيب البلانشه دي، بسم الله، وببدأ أتسلى في الخضروات بتاعتي كده. لها كذا طريقة ولها كذا طعم، زي ما بتعمل مكرونة بصوص أبيض، تعمل مكرونه بصوص احمر او بصلصه حمراء او صلصه بيضاء، لان في برضو إيه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في المصطلحات، بدل ما نقعد نقول صوص بقى لا احنا نقول صلصه. فبحاول ان انا اغير لكم في نفس الحاجه، نفس النوع بس بكذا طريقه مختلفه. وفي الاخر زي ما اتفقنا مع بعض اللي بيفرق معنا ايه الطعم، والشكل كمان هيختلف. ادي كده الطماطم مع الفلفل مع الزيتون، هتبقى مجموعه الوان شكلها جميل وفي نفس الوقت طعمها كمان حلو وهيحوز الاعجاب. وانا بتسلى كده اهوت يا جماعه بعمل حاجه ظريفه، بجيب حله صغيره اهي او حله كبيره عشان اقلبهم مع بعض، اسخنها كده عشان اعمل فيها العصاج الاول. الفلفل، بحاول ان انا استغل الوقت عشان ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه بعد الفاصل هنعمل حاجه ثانيه مختلفه خالص عن المكرونه، حاجه لذيذه وهتعجبكم يعني، وفكره جديده وتغيير. اهو كده اهو الطريقه دي كده. انا عايز الفلفلايه يبقى الحجم بتاعها كبير مش صغير، نفس الطريقه دي كده. الحله بتاعتي سخنت، ببدا انزل زيت اسخن، اظبط مكاني. شوف المكرونة بتاعتنا على فكرة انا بشتغل بانواع مكرونات العادية جدا في السوق يا جماعة، لو في مكرونة كمان سايبة بشتغل بيها ما بتفرقش معايا، كده كده انا اللي بعمل الطعم بتاعها في الاخر، مش شرط ان انا اجيب حاجة معينة، لا اهم حاجة انا ممكن اجيبها غالية وتبوظ مني في السلق بتاعها وتعجن وتبقى مش كويس. بسم الله. كده. جربوا الطريقة دي يا جماعة،
هتعجبكم. طريقة سهلة يعني، زي ما بعمل مثلا سباكيتي بولونيز باللحمة مفرومة بصلصة أو حاجة، لا أنا بعملها بالطريقة ديت وشوفوها. أنا مش عايز أحمر البصلة، بنزل عليها باللحمة على طول. نفس الطريقة كده مع التقليب على طول. دي احط لها التوابل بتاعتها. ملح مع كمون مع فلفل اسمر، ولو حد عايز مثلا حاجة يعني حامية شوية مثلا عايز يحط شطة او حاجة، دي برضو حسب الرغبة. ممكن بعد ما تتغرف كمان يعني، ممكن بعد ما اخلص المكرونة نفسها واغرف، زي ما مثلا حد بياكل في مطعم كشري او حاجه بيبقى الحامي او الشطه بتبقى لوحدها حسب الرغبه. سنه بسيطه تدي برضو معايا تيست. بخلي الثوم في الاخر اهو كده مع التقليب. بغطيها عشان تاخد وقتها. شوف المكرونة بتاعتي بجيب الزيتون لو انا كده بالايد حتى مفيش اي مشكلة عندي يا جماعة، اهي من غير سكينة من غير اي حاجة، حسب نوع الزيتون نفسه اللي موجود عندي متوفر في البيت. اجيب شوية زيتون مش كتير يعني، لان برضو ايه بيبقى حسب الرغبه يعني، في حد بيحب الزيتون مع الاكل، في حد يقول لك لا كتره بيمرر الطعم بتاع الحاجه. فانا بحب اشتغل بطبيعتي معاكم كده اهوت، عشان ايه حتى لو هتبقى الزيتونيه طريه تطلع كده زي ما هي جميله ما فيش اي حاجه، بدل بقى ايه السكينه والكلام ده، هي اتفتح لوحدها. طبعا الكمية بتفرق بتاعت المكرونة، لما اكون انا مثلا عايز اعمل كمية كبيرة حسب نوع الخضروات اللي انا هحطها، لو حد عايز مثلا يضيف كزبرة خضراء، حد عايز يحط شبت، في حد يسأل يقول لك الله المكرونة هتاخد شبت او كزبرة خضراء، اه طب ليه لا يعني، ما نجرب ونشوف. جميل، ادي الزيتون اهو اخليه هنا اهو مع الفلفل، امسح مكاني. ادي كده اللحمه المفرومه، بنزل بالطماطم معاها مع التوابل. وادي الحاجه زي ما هي بخليها كلها ني في ني الطريقه دي كده بالزيتون زي ما هو، ما تقطعش يا جماعه مفيش اي حاجه. هقفلها واحط الثوم بتاعي نفس الطريقه دي كده اهي. واغطيها مكرونه بتاعتي كده كده. هنصفي المكرونه بتاعتنا
نطلع فاصل ونرجع تكون المكرونة اتعملت.